يسعد صباحكم مرة تانية. الراتب مسابقة رح تخلي حلمك يصير حقيقة، مليانة بالمفاجآت والسحوبات. رواتب شهرية لمدة سنة كاملة، بعشرين الشهر ربحنا راتب رنا وأنا شهري لمدة سنة كاملة بقيمة 200,000 ليرة سورية. اليوم عنا سحب لراتب جديد. اليوم ورد الراتب مختلف عن هذيك المرة، اليوم الراتب أكبر وقيمته 300,000 ليرة سورية، وطبعا السحب بإشراف المؤسسة العربية للإعلان. لهيك اسمحوا لنا نرحب معنا بالاستوديو بالأنسة ليال المغوط، مسؤولة قسم التسويق بشركة لينك أب. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. يعني المرة الماضية كنا ثلاثتنا وربحنا راتب بقيمة 200,000 ليرة لمدة سنة كاملة، يعني اليوم في شيء جديد؟ هلا اليوم مو اليوم شيء جديد، الشهر الجاي ان شاء الله. شو معنا؟ خبرينا، حمسينا اكثر. هلا نحن وعدنا مشتركينا انه حنسعى لنربح اكبر عدد من المشتركين، لهيك صار عندنا الشهر الجاي سحب اسبوعي بدل من 10 ايام. بكل يوم اثنين، لهيك ان شاء الله يعني الفرصه كل اسبوع حيكون، اكيد كل اسبوع ان شاء الله حيكون السحب لتكون الفرصه اكثر قدام المشتركين. خصصنا لهذا الشهر جوائز بقيمه تبلغ 10 ملايين ليره سوري لهذا الشهر. حلو. حلو. طيب تقريبا قديش رح تكون قيمه الرواتب بالشهر الجاي؟ في شيء رح يتغير بقيم الرواتب ولا؟ أكيد لا، أكيد. هلا السحب صار اسبوعي، يعني السحب على واحد من اربع رواتب بدل ثلاثه. أول أسبوع سحب على راتب جديد بقيمة 150,000 ليرة بدل 100,000. ثاني أسبوع السحب حيكون على راتب 200,000 ليرة. ثالث أسبوع السحب حيكون على راتب 250,000 ليرة. ورابع أسبوع السحب على راتب 300,000 ليرة. ما بننسى جائزة الكبرى اللي هي 500,000 ليرة ولمدة سنة كاملة. ومثل ما قلت لكم إن شاء الله الحظ للجميع، لذلك يلي ما اشترك لحق يشترك ويرسل كلمة راتب على 1998. اوكي، من اي خط سيريتل او ام تي ان. اوكي، 1998 هو الرقم يلي حاليا فيكم تفتحوا موبايلاتكم ان كنتوا خطكم سيريتل او ام تي ان وتبعتوا على 1998 كلمة راتب وبتاخذوا النقاط. كثير من الناس عم يبعثوا لي انه صار جمعنا كذا 100,000 نقطة، جمعنا 20,000 نقطة، ربحونا ما ربحونا. من قلكم السحب عم يكون على الهواء المباشر بإشراف المؤسسة العربية للإعلان وشركة لينك أب وقناة سما الفضائية. فأنا لو بدي ربحكم إن شاء الله الكل رابح. هلأ نحن خلقنا هي الآلية الجديدة مشان يعني نوفر قدر الإمكان فرص للمشتركين. حلو كتير. ما بعرف لازم ناخد الراتب هلأ نبلش السحب؟ يلا رح نشوف العداد على الشاشة ونقول ستارت. مين حيربح راتب 300,000 ليرة؟ هلا بيطلع رقمك رنا. ايه معقول؟ تخيلي. ستوب. اوه 0988-762-884 0988-762-884. ألف مبروك لصاحب الرقم 300,000 ليرة مو مرة واحدة، ل 12 مرة، راتب شهري لمدة سنة كاملة ب 300,000 ليرة سورية. طبعا هلا اكيد زملائنا بالكنترول ورد رح يتواصلوا مع هذا الرقم مع الرابح لحتى يكون معنا على الهواء مباشرة، لبين اكيد ما يصير الاتصال جاهز. بنخبركم انه بشهر شباط الرواتب صارت اكثر وبقيم مالية اكبر، السحوبات مثل ما خبرتنا الانسة ليال رح تصير اسبوعية على رواتب بقيمة 150 200 250,000 و300,000 ليرة سورية، طبعا كلهم لمدة سنة كاملة رح صحيح. يكونوا. الاتصال صار جاهز معنا؟ الو صباح الخير. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. الله يبارك فيك. معك ورد سباغ ورنا كويتر من برنامج صباح الخير على قناة سما الفضائية، عم نصبح عليك لنخبرك خبرية. بالبداية شو اسمك؟ محمد بري رحيم. محمد بري رحيم. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. وكانه عم يحضرنا على فكره محمد، انت عم تشوفنا حاليا يعني كانه عرفان. لا والله والله ما في كهرباء، ما عندي ما كهرباء. ما في كهرباء. من وين عم تتابعنا محمد؟ من دير الزور. والله اهلا وسهلا فيك وبكل اهالينا بدير الزور، هالمحافظه اللي بنحبها كثير. عرفان ليش عم نتصل فيك ولا لا؟ نخبرك
طيب يعني. نحن انت مشترك بمسابقه الراتب ما؟ تمام. طيب نحن رنا وانا ولينك اب وقناه سما الفضائيه بدنا نربحك راتب لمده سنه كامله، قيمه الراتب 300,000 ليره سوريه. ان شاء الله الف مبروك لك. الله يبارك فيكم والله يعطيكم العافيه. طبعا كل حدا بياخذ راتب 300,000 ليره سوريه لمده سنه كامله، قديش مجموعهم يعني ب 12 شهر؟ بلا يعني قد ايه بيطلعوا تقريبا؟ 3 مليون و600,000. اوكي هذا مبلغ مهم ممكن تعمل فيه كثير شغلات. وان شاء الله هي بتكون سنه خير على الجميع ونصر لسوريا باذن الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. الف مبروك يا محمد، واكيد رح يتواصلوا معك من تحت الهواء لحتى يعطوك كل التفاصيل وكيف ممكن تستلم جائزتك. الف مبروك. شكرا كثير لك. وشكرا شكرا كثير لك مره ثانيه. اهلا وسهلا فيك. مثل ما ذكرناكم، شكرا كثير، مثل ما ذكرناكم مشاهدينا بشهر شباط الجوائز صارت اكثر والرواتب اكثر بكثير، معنا عده رواتب بقيمه 200,000 ليره سوريه، 250,000 ليره سوريه، ايضا بقيمه 100,000 ليره سوريه، والراتب الجائزه الكبرى 500,000 ليره سوريه. طبعا ما تنسوا تبعتوا على 1998 كلمه راتب وتدخلوا بالمسابقه. ليال بتحبي تضيفي كلمه ختاميه؟ يعطيك العافيه اول شيء، وبتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع. شكرا كثير لك، شرفتينا انسه ليال. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا فيكي مشاهدينا، مكملين من بعد هالفاصل.